مرحبا بكم. إذا كانت كليتك في خطر، سوف يعطيك جسدك تلك الإشارات الثماني، فلا تتجاهل الأمر وقم بمشاركة المقطع. تعد الكليتان عضوين مهمين للغاية بالنسبة لجسمنا، ولأنهما مسؤولتان عن تصفية الدم وبالتالي معالجة 120 إلى 150 لترا من الدم يوميا، وعليها التخلص من السموم والمعادن والفضلات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد فقد يؤثر ذلك على أجزاء أخرى من الجسم، ولهذا السبب قد تعد أعراض التحذير المبكرة متنوعة ويتجاهل أغلب المرضى البعض منها. لذا اليوم نعرض لكم الإشارات التي يجب أن تنتبهوا إليها فيما يخص مشكلات الكلى إليكم حتى لا تتجاهلون أي منهم. أولا، التغيرات في البول. تعد هذه إحدى الإشارات الأولى التي تنم عن عدم عمل الكلى بشكل جيد، ويجب الانتباه جيدا لدى ملاحظة أي من هذه الإشارات. الشعور بمشكلات لدى التبول. إذا كنت تعاني من ألم عند التبول، أو إذا كنت تشعر برغبة مستمرة في الذهاب إلى دورة المياه، عندما يكون هناك دم في البول، أو إذا كان لونه نحاسي داكن أو مائل إلى الحمرة. إذا كان لون البول مثل الشاي ومع مرور الوقت تصبح رغبتك أقل في الذهاب للتبول. عندما يكون البول رغويا. إذا كنت تستيقظ عدة مرات خلال الليل من أجل الذهاب للتبول. ثانيا، الإرهاق. الكلى هي المسؤولة عن إنتاج هرمون يسمى الإرثوبيوتين، وهو الذي يصنع كرات الدم الحمراء. تنقل كرات الدم الحمراء الأكسجين إلى الجسم كله. هذا يعني أن نقص هذا الهرمون يؤدي بشكل مباشر إلى أكسجة الجسم، وبالتالي الشعور بإرهاق مزمن. ثالثا، مشكلات التركيز. إذا كان هناك نقص في مستويات الأكسجين في الدم، يتفاعل المخ بشكل بطيء، وقد يتسبب الأمر في قلة التركيز وكذلك في صفاء الذهن. رابعا، ضيق التنفس. عندما لا تكون مستويات الأكسجين كافية، يتسبب هذا في حالة سيئة للجسم. سيشعر من يعاني من مشكلات في الكلى من ضيق التنفس وضعف العضلات. خامسا، التورم. إذا كنت تعاني من مشكلات في الكلى، فعلى الأرجح سوف تعاني من مشكلات في تصفية والتخلص من السوائل الزائدة، وبالتالي قد يحدث تورم في الوجه والقدمين والساقين والكاحلين واليدين. لا يعد احتباس السوائل عرضا عاديا، وبالتالي إذا كنت تعاني من هذا الاحتباس لأكثر من أسبوع، قم باستشارة المختص. سادسا، الطفح الجلدي. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، لا يتم التخلص من الفضلات والسموم إلى خارج الجسم، مما قد يؤدي إلى طفح جلدي وإكزيما وحساسية والتهابات وغيرها، وهكذا كنتيجة لتجمع هذه الأشياء في الدم. سابعا، مذاق معدني. إلى جانب المشكلات الجلدية، عندما يمتلئ الدم بالسموم تبدأ في الشعور بالنكهات بشكل مختلف، حتى أن البعض قد يشعرون بنكهة معدنية دائما في فمهم. ثامنا، الآلام. أما عن آخر الأعراض فهي ظهور آلام بوخز في الجزء العلوي من الظهر، وعادة ما يكون ذلك في مكان الكلية المصابة. عادة ما تكون التشنجات والآلام المتقطعة من علامات إصابات الكلى. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.